مرحبا بكم أعزائي الطلبة، معكم الأستاذ وسيم مدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة سانت نيكولاس أدميرال في مدينة أوتاوا. سوف أقوم من خلال هذا الفيديو بشرح كيفية تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بكم والذي قد تم استلامه من معلمك أو معلمتك، أخي الطالب أو أختي الطالبة مؤخرا. بداية يجب على الطالب أن يضغط على أحد محركات البحث والتي متوفرة في معظم أجهزة الحاسب الآلي، إما الإنترنت إكسبلورر أو الجوجل كروم. حاليا أنا أستخدم الإنترنت إكسبلورر، فعندما تضغط على الصفحة وتفتح هذه الصفحة google.com تجد في الزاوية العليا اليمنى زر الساين إن أو الجيميل، أفضل الساين إن. سيقوم الطالب بالضغط على هذا الزر، فمباشرة الصفحة تسأل بإدخال البريد الإلكتروني. طبعا الطالب سوف يستخدم البريد الإلكتروني الذي تم استلامه من المعلم أو المعلمة. هنا اصطنعت اسما مستعارا وبريدا إلكترونيا مستعارا وكلمة سرية مستعارة، فقط للتوضيح. افترضت أن هناك طالب اسمه سالم أحمد، فسالم أحمد سيكون البريد الإلكتروني خاص به أول حرفين من اسمه ثم نقطة أو دوت و last name أو اسم العائلة at ocsbcontent.ca. فسالم سيكون sa.ahmed@ocsbcontent.ca، والكلمة السرية ستكون هذه مؤقتة. عندما يدخلها الطالب سوف البرنامج سوف يسأله لتغيير الكلمة السرية مباشرة. فلو نسخت هذا الإيميل من هنا، نسخت هذا الإيميل من هنا ونقلته أو كتبته إلى الصفحة التي طلب مني أن أدخل البريد الإلكتروني، سوف أدخل سالم sa.ahmed@ocsbcontent.ca. عندما أضغط على الزر next سوف يطلب مني أن أدخل الكلمة السرية المؤقتة، وبالتالي سوف أدخل الكلمة السرية المؤقتة. وعندما أفتح الصفحة سوف يطلب مني مباشرة أن أغير الكلمة السرية إلى كلمة سرية جديدة، وستكون الصفحة مشابهة لهذه الصفحة التي سوف أريكم إياها مباشرة. سوف تكون مشابهة لهذه Create a strong password. سوف يسألك بإدخال الكلمة السرية جديدة وإدخال الكلمة السرية الجديدة مرة أخرى هنا، ثم يقوم الطالب بالضغط على الزر Next، وبالتالي سيفعل البريد الإلكتروني وتذهب إلى الصفحة الصفحة البريد الإلكتروني الخاص بك. شكرا لاستماعكم، وترقبوا مني فيديو آخر بشرح كيفية استخدام الجوجل كلاس روم وتفعيل الجوجل كلاس روم. شكرا لاستماعكم.